نعم. ويقول: فما الراجح في من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم ارتد ثم آمن بعد موته صلى الله عليه وسلم؟ إذا ثبتت له الصحبة ثم ارتد ثم تاب من الردة، هذا موضع خلاف بين العلماء. من العلماء من يقول إنه إذا تاب تاب الله عليه ورجعت إليه أعماله التي قبل الردة يثاب عليها، ومنهم من يقول إنه تبطل أعماله ويستأنف من جديد، يستأنف الأعمال من جديد بعد التوبة. هذا محل خلاف بين العلماء. نعم.